الواد محارب هربان، يعني غرقان غرقانة معلمة. هيدا حسن الرداد بطل مسلسل محارب. خليك معي. بيشيل معلم كبير وهون حسن عم بيصور شارة مسلسله الجديد. وهاد أول يوم تصوير لسكاي نيوز عربية بموقع تصوير المسلسل، وكان التصوير ليلي. بالبداية قررت أبدأ مع الكاتب لأعرف حكاية المسلسل. العنوان بيحمل صفة شخص واحد، والمسلسل في عندك في مجموعة كتير كبيرة من الشخوص. ليش هو اللي كان حامل العنوان محارب؟ لأنه هو الحدوتة، هو محارب بيحارب على حقه، وكل الشخصيات بتحارب من وجهة نظرها عن حقها، فهو اللقب الأهم أو الاسم المين اللي ممكن يوصف كل الشخصيات هو محارب. بجانب إن حسن مش اسمه محارب في المسلسل، هو لقب العيلة، هو اسمه عزيز عبد المنعم محارب. ليلة فرحه والدته بتخبطها عربية فبتتوفى ليلة الفرح. هي بتموت من خلال حادثة، الحادثة دي بيكون سايق العربية حد شاب صغير يعني متهور، ابن ناس أغنية يعني من طبقة الاي كلاس، فبيرفضوا إن الابن حسن الرداد ياخد حق والدته بالقانون، لأن الابن كان سايق سواقة متهورة يعني. فرفض حسن الرداد انه ياخد حق والدته بالقانون بيعرضه لمشاكل كتير جدا، وبيورطه في احداث هنشوفها بقى في المسلسل، منها جريمه قتل ومنها جرائم تانية، لان هم بيلبسوه مثلا حوالي 7 أو 8 قواضي عشان يضغطوا عليه ان هو يتنازل عن حق والدته. اللي القانون ما يعرفش يجيبه نجيبه احنا بطريقتنا وبرا عننا. مع انه حسن الرداد ما كنت بتخيله بهذا الجانر قبل هالمره، يعني انا دائما بحسه لحسن بميل اكثر لللايت دراما او للكوميدي من انه يكون الهيفي دراما. بالعكس، حسن ممثل شاطر جدا ومتنوع جدا، وان شاء الله المره دي هنثبت ده. يعني حسن عمل رومانسي في توأم روحي، الناس ما كانتش متوقعه انه يعمل كده، وعمل تحت تهديد السلاح سايكو برضو الناس ما كانتش متوقعه كده. انا شايف ان حسن من اكتر الممثلين اللي مجازفه وبتحب الجازف وبتختلف. لميت الجمعيه ولا لسه؟ عايز اشتري الاجهزه اللي ناقصاني، وفرح فاضل له اسبوعين. يا حبيبي انا مش عايز اديها لك ناقص. ناقص ايه ده، احنا في 5 منه. طب تاخدها ناقص لنفرين. ومين ما دفعش لسه؟ عوض السواق ورضا بتاع الكارته. الله يخرب بيتك عم عوض يا حبيبي. وكمان التقينا بالنجمه سلوى عثمان لتحكي لنا عن دورة. مين انت بهذا المسلسل؟ سعدية. سعدية هي واحدة من يعني ستات الحارة الشعبية بتاعتنا، اللي هي المنطقة الشعبية اللي احنا ساكنين فيها. شو بتختلف عن النساء الشعبيات التانيات يلي انتي قدمتيهم قبل هالمرة سلوى؟ بصي، هو القاسم المشترك الأعظم بتاع الشخصية دي، الشخصية الشعبية بشكل عام، تختلف ظروفها، تختلف حكاياتها، ولكن في اساسيات جواها اللي هي الطيبه، يعني عارفه اللي هو الناس الحلوه اللي في المنطقه الشعبيه، اللي هم دايما بسيطين، في بساطه، لكن بتختلف بقى ظروفهم، بتختلف حكاياتهم، بتختلف حاجات كتير. لكن الشخصيه الاساسيه بتاعتنا اللي هي المصريه الاصيله بتبقى غالبا واحده. ايه الحلاوه دي؟ انتوا جايين تحبوا هنا ولا ايه؟ وبعدين التقيت بالمنتج احمد السبكي لانه في تفاصيل خاصه ما حدا غيره بخبرنا اياها، واول اختياره لهالنص. انا اللي عجبني في مسلسل محارب لما قريت الورق شديني، بقيت اقرا حلقه كده تشديني الحلقه اللي بعدها وهكذا. بتقرا كمشاهد ولا بتقرا كمنتج؟ لا، كمتفرج. كتير تبع تفاصيل انت، يعني بتراقب كل واحد، بتحكي مع الإضاءة، بتحكي مع المونتير، بتحكي مع عن البرومو، يعني أنت قادر تكون. عشان أنا ما بعتبرش منتج، أنا بعتبر فاهم كل حاجة في حوالين الكواليس، يعني المخرج بيعمل إيه، الإضاءة بتعمل إيه، الستايلز بيعمل إيه، الديكور بيعمل إيه. دي شغلتي، مش شغلتي ان انا منتج. ان هو المنتج، في منتجين كتير قوي بيعملوا اعمال فلوس، بس بيدفعوا فلوس،
شغلتهم فلوس، دول مش منتجين، فهماني؟ دي تجارة، يعني عاملين هم التجارة، عايزين يكسبوا أو يخسروا. أنا بمارس المهنة دي بكل أنواعها لأن أنا حاببها وبعملها من قلبي، فهماني؟ وبحب العمل اللي بعمله. أنا مش عايز حد يتعاطف مع الولد ده. وبعدين يعني إيه الست ماتت؟ ما كانت تاخد بالها وهي بتعدي. يعني اللوكيشن تبعك أنا هلأ باستوديوهات السكي، قدي مرق عليه حكايات أحمد؟ كتير. البيت ده اللي احنا قاعدة فيها ده أنا صورت فيه بسم الله الرحمن الرحيم كده رمضان جريم الجزء الأولاني، ودي كانت الأوضة اللي احنا قاعدين فيها اللي كانت أوضة روبي، وكان بها الأوضة دي أوضة رهام عبد الغفور، ودي أوضة سيد رجب وسلوى عثمان، صار فيها شد أجزاء، كانت أوضة محمد ممدوح تايسون اللي محمد رمضان دخل عليه وكسر عليه الأوضة وكده، وتصور فيها ديزل، كانت أوضة عارف عبد الرسول ومحمد رمضان والشقة دي، وصور فيها حاجات كتير الأوضة الشقة دي بالذات. وهلأ كمان عم يتصور فيها محارب، دي شقة محارب. دي شقة محارب، شقة محارب حسن رداد. عمالة تعقد أكتر وأكتر، صور من فابريكا وأخبار متلفقة وجريمة قتل ماليش علاقة بيها. سيبني أحلها بالعقل وبطريقتي. أهم شيء بكل مسلسلات وأفلام السبكي هي الأغنية، تبع هذا الفيلم أو المسلسل. أنا هلأ بمطبخ صناعة أغنية إحنا جينا يلي بغنيها كمان حسن الرداد بالمسلسل. في قدامي مجموعة كتير كبيرة من النجوم، حسن الرداد، ناهد السباعي، وتقريباً معظم نجوم المسلسل. كتير حلو تكونوا بالمطبخ على فكرة تبع صناعة الأغنية، أنا أول مرة بكون فيها وأنا كتير مبسوطة. اليوم الثاني كان موقع التصوير كتير حلو. طيور الفلامينكو يلي وراي هن منهم ممثلين، لكن هن خلفية للحدث يلي بيصير بمسلسل محارب، لأنه محارب بيجي على أحد مواقع التصوير يلي أنا هلأ متواجدة فيه، واللي هو واحدة من المزارع الموجودة بريف مدينة القاهرة. محارب بيتنقل بهذا المسلسل بأكثر من مكان. تعالوا نعرف شو حكاية محارب. وسألت المخرجة شيرين عادل عن سبب اختيارها لعدة مواقع تصوير مميزة بهالمسلسل. معظم المسلسل هتلاقوه متصور في أماكنه الطبيعية، أنا بحب ده لأن ده بيعمل صورة بصرية مختلفة خالص عن إن أنا أخش بلاتو أو إن أنا أخش ديكور. عندي احداث كتير، يعني انتوا شفتوا مفروض الحلقه الاولى هي متصوره تقريبا كلها في شبرا. شبرا دي منطقه في مصر زحمه جدا. قدرتي ازاي؟ بصي، هو كان يعني انا اول ما اقترحت المكان اصلا الكل اتخض، يعني حتى انتاجيا اتخضوا، يعني هتصوري في شبرا؟ قلت لهم اه هصور في شبرا، انا عايزه منطقه زحمه، منطقه شعبيه، انا حابه المكان هناك جدا. ففعلا عملنا ده، والحقيقه يعني الحاج احمد السبكي انا سعيده جدا بالتعامل معاه، يعني هو ساعات كان بيبص لي ان انا مجنونه، بس من الاخر الحقيقه كان بيعمل لي اللي انا عايزاه. يلا جبت الفصل ده عن اذنك. عن اذنك. نورتنا. هو واحد كان عادي جدا من عامه الشعب البسيط جدا، اللي هو يا دوبك عايش، يا دوبك قوت يومه يعني بيجيبه، بتحصل له الكارثه بتاعت امه، هو مصر ان هو يدافع عن حقها وانه يجيب حقها من الناس اللي هي هم عالية القوم يعني. فطبعا بيحصلوا بقى مشاكل كتير قوي 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 معاهم، يعني هم هيلبسوه في حاجات كتير قوي قدام. ده انت تحكي لي بقى الحدوته دي بالتفصيل الممل. ومن شيرين انتقلنا لنتعرف على نجوم العمل. انا عامله شخصيه منال اخت محارب صغيره، و
حاليا احنا بلبس الشخصيه في مكان التصوير. منال عندها تحولات كتير في شخصيتها طول الوقت من الحلقه الاولى للحلقه 30، بس هي الاخت الحنونه بنسبه كبيره قوي معظم الوقت. بقول لك امك ماتت يا محارب، امك ماتت. بعد وفاة الام منال بتاخد مكانها وسط اخواتها، بتكون هي طول الوقت الشخص الحنين، الشخص الكير جدا لاخواته. بيحصل لهم احداث كتير طول الوقت وتقلبات طول الوقت، بتحاول تصمد، وبيحصل لها احداث يعني حقيقي صعبه على اي بني ادم، بس ده هنشوفه خلال بقى الاحداث اللي جايه من الحلقه. بس احنا عندنا في الصعيد ما بنقبلوش العزا الا اذا خدنا طارنا وغسلنا عرضنا. خلاص انت داخل. أنا بلعب دور في مسلسل محارب، ضابط صغير في الصعيد. ده كاركتر مختلف عني أو مرة أعمله، يعني كل الكاركترز اللي عملتها قبل كده إرهابي، موظف في قصة حب، لكن ده كاركتر مختلف عني. فين جمال ورابح؟ مش باينين يعني، لا في الأرض ولا في البيت. ضابط صغير فلسه ما بقاش عنده إكسبيرينس كتيرة، بس عنده الحماس ان هو يوصل للحق جدا، فمش بيعمل عداوه مع الناس خالص، بالعكس هو بيتعامل اللي هو يعني يا حاج امن احنا عايزين نساعد، يعني احنا مش جايين نضر حد، احنا عايزين نساعد، فهو بيصاحب الناس اكتر. بس في تطورات الكاركتر هيجي له وقت وهيتضايق منه، بس لكن هيبقى كويس، وهيجي له وقت لا انتوا بقى استغليتوا ان انا كويس معاكم فده مش هيكون في صالح شغلي وهيضرني، لا فهعملكم بطريقه ثانيه خالص، فهيجي الوقت يعمل كده. وعايزك تعرف ان محارب لا له كبير ولا له اخر.